المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل. قد باع الروح وأرخصها لله بساحات الهول، قد باع الروح وأرخصها لله بساحات الهول، فلتعصف ريح الليل به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير شيخ. إن شاء الله سؤالها هي نوحي دونا كل يبقى بديه سؤالها ما دام يبديه إنه حرمنا سؤاله بدل أصلاً نغنقونها يا رواجران إنا نسكير أي نوع وحي صلاة نغنقضينا عنه وهري اللغة جوابين عن فراك قادنا وحد كيري دونتا إن شاء الله تعالى عجل لها الله دوبي وشكت دوبي إيو رقا كلام سؤال شو قهر رئيس الشيخ وحيلها هاي جيمك أي عرورتو كو عياران أين العقد كل ردان العقد هذا حلال مياه النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كسوة أوليها إلا سبق إلا في ثلاث عيار وحلقوك لقاتاي مجرد مرة بنانا إلا صدح مويه صدح ذا سوى ترتن كفردها هي ترتن كجيلة هي توك لساتك توك تبرشدة شيش كبرشدة صدح ذا وحنا هاي النبي وحور صلى الله عليه وسلم وحي لقوك لقاته وحرام حديث كلا وحوها عيار كستوى باطل إلا صدح مويه عيار سين تأونينكو عيار سين يا فرس كيس تقريبا بوز كفرس كهذا وحكو تشير التكنيك هذا اللي قد قالمو تابرك اللي قاتو ديارة دها وحتان قيادة ده. وحا اللي قد قالمو أورنان ايا سوق لي ايو نينكا لعياري ديسا وحاس كيسا لعياريو يا مدة صدح هذا آه ليبك يا شيشك صدح ذوبا مقصد وحيقو أذيجا يعني عيار تكوين عيار كل يوم وعيار تكوين بيو أذيجا لا عيار يدا أنكو حاس كي سلا عيار يو وحلو فصحي الله يري باطل ماها وحكرت لنا يا غير كيسفهن كيسة وذا النولان شهيسة كلن كيسة المرتشة إسفهن تناكر الناس وأنا مقصد شرعي فرسك يليب كان وحا كرنا يا مقصد شرعي لغو قاريا هو دقال كي يجهاد كي بي وسيلة وي لكن عياره اسك وقت اللوميسا عياره وقت اللوميسا وچورة دا لغو قات يترتن كيدا وحي لغو هلبا باطل وانا حرام وبالله توفيق جزاك الله خير سؤال لبعض وحولي هاي سائلكو شيخنا الشركة ده حوالد ده إن بدلنا واتك جوابتي الشركة ده حوالد ده ما ديه كرنا لعقتا إغسي درتا مركانو إما هذا أيام بحنا يا إغسي درا وانك جوابي ولا انتان مري ماشي نوغك جوابان مرنا سواي مركا سؤال علي انتيد معنوي المالي مسألة ده وانك جوابي انتان إغا كرشد إذا انتان أركي إغسي درتو ما بنانا ودعي كرتا علمي واسكا قدوين هاي إني يعني وحويان أما أنسيق لدو فهنسان هاي أما معنى وحوي مسألة دو أي أين معنى وحوي بحوث تيدا قاركا دي قمي قيمة سورو بكريسة لكن إنتان إلا يهدى قرن أنا أركي مسألة دو وحويان وقرض جر منفعة وأنا نوع الربادة كمدة هورينا وأنوفا فاهي وبالله توفي جزاك الله خير شيخ وحوليه سائل كان dad badan oo muslimiin ah ayaa waxay aad iyo aad u amaanaan shiicada kuwaas oo Soomaali ah iyada oo ay arkaan ay ka arkaan TV-ga oo ka sheekeynaya Xasan Sheikh Xasan Nasrullah iyo Ahmed Najad marka maxaad oran lahayd dadkaas Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
dadka waxaan dhihi lahaa shiicadu inaan iclaamaadka siyaasiga idinku sirin shiica waxay tahay barta shiica waxay tahay barta waa shay aada basiitu ah in telefishinka idaacadda lagaa hogaamiyo bacdulmawaaqifna lagugu siro ruuxa khaaliyu dihniga waxbana aan la soconin baana arintaasi godka loo qodaayo ku dhaca haddaad si og tahay adigoo sunni ah shiica waxay tahay haddaad garanayso xasan nasrallaahina maadan taageerteen axmed najaadna maadan taageerteen laakiin nasiib darrada ina haysata waa jahl aqoon darrowa shiicadu isku mabda' ma nihin shiicadu isku qur'aan ma nihin masalada qabsada qur'aankan haysanna waxay qabaan inuu kala dhiman yahoo qur'aan ka badan baa jiray leeyihiin oo horta isku qur'aan ma nihin oo qur'aanka in la bedelay bay qabaan shiicadu isku axaadiis ma nihin masterka labaad ee aynu u noqono waa axaadiista isku axaadiis ma nihin bedelka annaga bukhaari iyo muslim iyo sunan arbaca aan u noqono ayaga usuulul kaafi iyo kutub kale u noqdaan ruwaad kale iyo culimo kaley leeyihiin oo culimada xadiidka agtooda beenaalayaal ka wada ah waa ka uu leeyahay imaamu shaafici caleyhi raxmatullah firaqda dariiqa sunnada ka luntay firqad ka been badan raafidada weligay ma arag imaamu shaafici caleyhi raxmatullah raafidadu waa shiicada waa qoladan itna cashariyada la yidhaahday eeran wa shiicadu waxay gaalaysiiyeen saxaabadii nebiga sal alay wasalam dhowrnin waxaa ka ahayn nebigu markuu dhintay kadib waxay qabaan saxaabadii ardadii nebigu inay gaaloobeen oo diinta ka baxeen shiicadu waxay lacnadaan saxaabada raggii ugu fadli badnaa abubakr sidiiq iyo cumar iyo xaasaskii nebiga sal alay wasalam lacnadooday ku cibaadaystaan allaahuma lacan sanamay qurayshin wa jibtayhima wa taaquutayhima wa bintayhima waa dikrigay ku dikriyaan ilaahu lacnad labadii sanam ee quraysh iyo labadii taaquut iyo labadoodii gabdhood labada sanam waxay ku wadaan abubakar iyo cumar afdalu hadihi luma bacda nabiyiha sal alay wasalam waa abubakar cumar baa ku xiga labada gabdhoodna waxay ka wadaan caaisha xibatu rasuulillahi sal alay wasalam iyo xafsa zawjatu nabi sal alay wasalam marka shiica inaan baranaan u baahanna shiica waxay tahay inaan baranaan u baahan shiico waa madhab diini ah oo aan islaamka xidhiir la lahayn asalkeedana waxaa asaasay nin yahuudiya oo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba cabdullaahi ibnu saba nin yahuudiya oo islaamkii si kale markuu isaga celin waayey islaamnimo intuu muujistay oo islaamka isku dhex qariyey buu fikirkan aasaasay waxayna ka mid yihiin dawaa'iftii ugu horreysay kooxii ugu horreeyey oo jeexmo islaamka yacni sunnada ka leexday ka mid yihiin shiica marka walaalayaal wax sahlan ma aha shicaaraadkan siyaasiga ayaan laynagu khaldin eeraan baa mawaaqifteedu cadcad ahay iyo nimankii la dhihi jiray xisbullaahi baa ka adkaaday muxuu ahaa israa'iil ka adkaaday dad farbadan baa sabboot u haya iska taageersan haddaad mid u taageersan tahay waa meesheeda caduwu caduwika sadiiquka saaxiibka cadowgiisu waa saaxiibkaa soo ma haddaad ula jeedo waxaan u jeeda saaxiibka waxaan dhihi lahaa cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka haddii uun aad quwad uun inta iska soo baxdo uun ama israa'iil burburisa ama cadowgaaga wax yeesho uun haddaad iska jeceshood isaga marxabaynayso sacabka ugu garaacayso waa meesha oo dee hadduu china soo dhaqaaqo oo uu ku galgashana chinaad markaa taageeri soo ma iska mawaaqif siyaasiya hadday tahay waa meesheeda laakiin shiica diin salka ku haysa oo saxsan waa masale aada halis u ah u noqda kutubta firaqa kutubtooda laftooda akhriya ciddii garanaysa
كتبت السنة علماء السنة ويكا قرين أخرية نمان كاسي وانمان هاليس بل وحلقة يا بينا رسو تشوقني خطر كوين ومان تسنيين تهيسة مجرد الشيعة خطر كوين شيعة وسنيين تهيسة كسو فول مجرد محايا لي إيران واتن دولة وحي نقونيسا كم إذا دولة ده نيوكلير كهست قلب العالم الإسلامي بيكوت الله العراق واكا ويلو ريجين لبنان ويلو ريجين بحرين قيب لن انت هذا بدن واشيعه سعودي منطقة شرقية واشيعه انت هذا بدن هل اسمع الله يستددك نمانك هو نمانك كعبادة انت اصور دعين وكعبادة قبصدين حجر الاسود كان لا تقيوي حجر الاسود كان لباتن سنة لم اغنى نمانك هذا كيسا مسألة تاريخ هو نمانك مارك نمان سهلا معها مسألة دون مسألة سهلا معها عدي دوني شيعة وحيتين وقادو النقضة دروس تلقى الدوبي محاضرات تلقى الشهدية كتب تلقى قضي مركزات أغاني ما تاغيري كرتا مثل ما تاغيري كريس وبالله توفيق جزاك الله خير سؤال شكرا وعليا هاي سائلكو مارين جمعاء هدي أي نقطة بعيد ما كتغي كرا صلاة جمعاء بسم الله الرحمن الرحيم ومسألة خلافية هذا سواء فقان جمعة هي مال عيدة نبي قوحك سوى صلى الله عليه وسلم إنه يري لبع عيدود بأي سواء فقاي مال يسكو آذين ووخد بأي صحابة وحونا كويري لبع عيدود بأي سواء فقاي صلاة عيدة مالك لتوك هذا كذب نينك يدونونا جمعة توك نينك يدونونا هتوكنين عنبي كدم بيسيه وإنا مجمعون النقص لكن واجتمع حيسنا إنا شمع هذه النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك واتو شيء وانا شمع حيست لكن ذاتك هو فصح هو يريني كربا وسكا مغنان كرا هل كاسا مركا لغو كالتاك محالا قوضاء علماء الجماهير تودو سلفا وخلفا وحي قبان معناها لقوضا وحوي روح وحا لقا سامحي إيمان شيه يحضورك شمع هذا لكن بدل كنت شمع هذا إيمان لها الظهر بوسكتو قني ساسي بدن كود قبا وانا سيد حوق بدن بحثي عن مر مسألة كسمي وان هيو تقريبا نتيجة عن السير وحوق وحوق بدن تهي ومدة يداوى روحي شمع هذا وكتي كرا لكن ظهر كي بتكني رأي باتي رأي علماء قار كود قبان عبد الله بن الزبير يا عطاء بن أبي رواحي يقول لي قبان علماء السلف كقار كم يدو أؤله حتى اسكت رافي ظهر نتوكن ميس واسك السيحن ما أنت ترى واسك الضنيسن عصر كصلاتك هو الرئيس وتوكن ميس بقبال لا ظهرا ولا جمعة وأنا رأي علماء السلف قاركم إذا كنت جمع طيب احتياطكم مركب وحوك شراء إن أتوكتو صدح ويو وصدح رأي إن أتجمع ستو وتوقف ضد بدن النبي صلى الله عليه وسلم إن الجمعة دي كتكتو الظهر تكتو ومد احتياطك كتير هذا تاهو روي إن الجمعة دي بكتكتو إيو الظهر كيبا أو عصر أسو كعضو مد سنة بعض السلف باقبة يفقه هذا قاركود واسر رأيي لغا حوك بدن يهو بالله توفيق جزاك الله خير شيخ حولي هاي وحانا هاي نين دكان لا وحان كي بي قف كبو رسيد أيام أقري كبه أيو إبسو عليي wuxuu ugu yiri lacagteedii ii cili anigana waan ka diida waxaan iri ku cilin maayo sababta aan u diideen waxa weeye waxa darbiga dukaanka igu qoran meesha lacagaha lagu qaato counterka korkiisa ku dhajisan waxa loogu magac daray no checks maalmada wax jeega ma jiro wax deyna ma jirto cash lagu cilinayna ma jiraan haddii alaabta gadato oo aad alaabta soo celiso waa lagu bedelayaa alaabti maxay marka arintaas diintu ku qabtaa بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين كويا لوحي لي البيعان بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا لبض الروح وحكى لك ذنيسة خيار بيكس غيهين ومضل بخيار بوليه إنه كان نقض إيبك يهشيسك إنت أي ودى الشوغان أينك لتقن ما
waxaan ka faanay halkaas haday kala tagaan oo kala dhaqaaqaan bay'i waa laazimay illa inuu midkood sharti lahaa mooyi midkood haduu sharti sii dhigtay bay'u sharti iyo bay'u al-aab iyo maxaa jira sharti al-khiyari in meelaha wax ka soo baxaan mooyi bay'u marba hadii la kala dhaqaaqo la kala tago bay'u waa laazimay aqdigu waa laazimay ruuxu haduu shaygii soo celiyo ceeb haduu yeesho waa laga celin waa in laga celiyo ceeb haduu yeesho wax ku soo baxaan waa in laga celiyo haddayna waxba ku soo bixin oo soo celiyo iga celi ku yidhaahda sida fiicani waxa weeyaan inaad ka celiso ajir baana ku jira iqaala la yidhaahdayo waajib kuguma aha laakiin inaad walaalkaa waxoogaa arrintii hadduu ku qanci waayey aad ka celiso waas fiicanta waana min baabi alixsaan iyo samafal wey haddiise ruuxu ku adkaysto yidhaahdo kuu celin maayo xaq looguma leh inuu celiyo xaq looguma leh ayib taa markii la yidhaahdo sidaa la dhaho inaad adiga derbiga ku qorato celis ma jiro culimmadu waxay leeyihiin iyaduna ma banaana lajna daa'ima fataawideeday ku qoran tahay ma banaanay leeyihin inaad meesha ku qorato lagu celin maayo laanna celis ma jiro marar shareecadu waajibinayso celiska baad meesha ka saaraysa qasab mararka qaarkood celis waa jira waana ku qasbantaha inaad celiso badeecadi hadday ceebka ku soo baxdo hadduu khiyaar ka furnaa haddii yacni waxaa jira xaalada la soo celin karayo oy waajib tahay ruuxa ama inaad isagiio kale u celiso ama lacag u celiso sidaas daraaddeed beecu waa sidaas hadduu ruuxu u celiyana waa fiican tahay haddii uu ruuxu yidhaahdo ma ahe shayga waa kaa celinaya isagiio kale raadso ama badeeca kale qaado way kasii fiicanta waa noocii qaaladii ka mid a laakiin laasim looguma lahaa shay inta la kala iibsaday lagu kala tegay inuu celiyo xaq iyo laasim looguma lahaa wixii samafala meesheeda weye bismi illahi raxmaan raxiim gaaladuna islama waafaqsana culimmada islaamkuna islama waafaqsana masalada khulaasadeedu waa saas gaalo lafteeda qaar baa ka doodaya in dayax la tegay soo ma jiraan culimmada islaamkuna waa ku kala tagsan yihin isku khilaafsan yihin maalan sheekh maxamed amiin shinqiti calayhi raxmat ullah kitaabkiisa la yidhahdo adwaa ulbayaanka masalada wuxuu ugu nusreeyey oo u xoojiyey oo uu doortay inaan dayaxa la tegi karin wuxuuna deliishaday aayaddii ahayd muxuu ahaa alqamar fiihinna maay aayad ahayd wajacala alqamara fiihinna yacni dayaxu wuxuu ku dhex jiraa samaawaadka daahirka aayaddu waa saas samaawaadka dhexdooda hadduu ku jirana lama gaadi karo samada waardi baa saaran halkaasuu mariyey wuxuuna leeyahay waa waxaan dhici karayni inay dayaxa tagaan been bay akhriyayaan bu sheekh ibnu baas calayhi raxmat ullah risaalu leeyahay oo uu ku taqriirinaya inay suuroobi karayso dayaxa tegitaankiisu waxna soo diidaya male buu leeyahy bini aadamka iyo tabartiisa unbay ku xidhan tahay in la xaqiijiyo mooye waxna soo diidaya ma jiro laba gooroba adigu ama hala taga ama yaan la tegin laakiin mid baan kuu xaqiijin aniga middaan kuu xaqiijin waxa weye lama degi karo ha la warwareego ha la soo sarsawiro mar ha la dhex istaago laakiin lamana degi karo lagumana dhex noolaan karo ibni aadan meel aan dhulkan ka ahayn kuma noolaan karo maxaa ila alla muxuu yidhi minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa dhulkan yaan idinka abuurnay isagaanan idinku celin doonaa isagaanan idinka soo saari doonaa idinka soo noolayn doonaa meel kaloo bini aadan aadi ma jiro nimankan waa dhici kartaa marka inay filim been iyo riwaayad been inoo dhigayaano satalaydyaha intay hawada noo fadhiisiiyeen meelaha wax noo soo sawirahaya oo yaa dhihi kara waa beentiino meesha soo arki kara ya xaqiiqa cilmiya waxa wuxuu noqon lahaa marka intay muslimiintu iyagu intay awood leeyihiinoo meeshii bal aadaan ay wax rasmiya ka keenaan laakiin beenna dhihi mayno runna dhihi mayno ilaa wixii xaqiiqoobaan
علماء الإسلام كما قال هذا أساس أسبوع خلافسين والله أعلم، لكن من فضول العلم بها كما تواح لك فإذا سمها بسكير والله أعلم. جزاك الله خير شيخ عليها سائلك صفك صلاة أولا كالقوغويو ما حيتهاي محويا يحكم كيسو حديثي أن تكذب أدي أسان تكذب صفك أو كالقوان ما إيقا عن صحيح صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم صفك سيمي الدوضو صلاة قيب كم يدو صفوف كسيمي دودو يو اسكو دچين تودو صلاة كمي تهي سيدة نبي كسوان صلى الله عليه وسلم صفك كلا قوين تي سنة ننكي صفك كلا قوية الله كلا قوية وحديث كنبي صلى الله عليه وسلم صفك مركا إن لكلا قوية ما صفك هدي تير او كلا قوين ايو صفك تير كو كلا قوين ايو لغوتو كان ماي حديث كصحيحة ها saabi go wuxuu leeyahay safafka tiirarka dhexdooda waana loo diidi jiray waana lagu garaac jiray nabigaana nahiyi salaatu rabbi wa salaamu alayhi rasuulku wuxuu reebay in lagu tukado bayna sawari tiirarka dhexdooda lagu tukanayo laana tiirarku safki bay kala goynayaan allahumma haddu ruuxu meel kale uu ku tukado waay markaas tiirarka dhexdooda salaadi uu ku tukanayo laakiin hadii meel kale ka dambeysa uu heli karo waa in dib looga baxo oo safku isku xidnaadaan la doonayo marka tiirarka dhexdooda ku tukashadoodu waa khald hadii meel kale la heli karo oo safku xidhiirsanaan karo hadii la waayana bedelkii jamaac laan la la salaad ku dhaafi lahayd waad ku tukan waana cudurdaar markaasi wabillahi tawfiq jazakallahu khair sheekhana wuxuu leeyahay saailkan qof baa haweentiisii furay markaasuu weliba ku cayaaray intii ay ku jirtay intii guur intay isqabeen iyo weliba intii ay cidada ku jirtayba kadib markii uu furayna wuxuu diiday inuu siiyo meherkeeda wuxuuna ku laaray weliba inuu dayn ku bixin doono dib dambe arrintaasi miyay bannaan tahay iyadoo weliba ay tahay arrintani arrin aada u daahiro u badan waayahan dambe soo badan iyo qofka markuu haweentiisa furo oo ay haweentu ciddada tirsanayso ninku ma gurigu joogahayaa mise waa ka baxayaa maxay tahay waajibaadka saaran bismi illahi raxmaan raxiim midda hore haweenka meherkooda in la meermeeriyo waa dulmi wa aatu nisaa saduqaatihinna nixla alla wuxuu yidhi dumarka meherkooda siiya caqiyo iyo siisma rabbi siiyey weeye siisma ilaahay u qorsheeyey weeye waana xaq ay leeyihiin siisma aan meermeerin lahayn siiya hadday markaa kadib wax idin ogolaadaan ama idinka raalli noqdaan qaata fa in tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hani'an mari'a iyagoo raalliya waxay idinka siiyaan meherkooda cuna baa leeyihi qaata laakiin meherkooda gacanta ka geliya soomaali baa lagu yaqaanaa meel kale kuma arganin meher isagoo dhan wada dayna meher isagoo dhan wada dayn ah oo haddana hadhow lala dhimanayo oo dan laga lahayn oo haweentii lagu cadaadin oo isaga dhanba uun macno la'aan iska ah waxaan u malaynaa inay arrimaha aan khaaska la nahay ay tahay waana khalad weyn oo aada u weyn xuquuqdata ugu weyn waxaa ka mid ah xubinkan xaaraanta ka ahaa waxaad ku bannaysatay waa inaad bixiso xubinkan waxaad ku bannaysatay waa bikelimatillah iyo shardi inaad meherka bixinaysaa meherkii inaad gabadha siisaa la doonayo haddaad meermeeriso adoo heli kara matlu lghaniyi dhulmun yuxillu cirdahu wa cuquubatahu baa markaa ku haysta ruuxa isagoo heli kara daynta dadka meermeeriya igu soo noqo dib baan ka bixin doonaa ku haya horta waa dembiile waxayna arrintaasi bannaynaysaa oo xalaalaynaysaa sharafkiisana inuu meel lagaga dhaco cirdigiisa midda labaadna in la ciqaabo marka walaalayaal waa khalad weyn khalad weyn ilaahay agtii subxaana wa tacaala rag badan waxa u yaalla oo dunuuba waxaa ka mid ah inay dumarkoodii siin waayeen meherkoodii inaad intaad nooshaho dhaqan tahay meherka iska bixi sii waxeeda gacanta ka geli maxaaba isuukiin laabnaanahayaba asal ahaan caalamka kale waxaa laga isticmaalaa marka gabadha la guurinahayaba meherku waaba muqadam miiskuba saaran yahay
هل كانت توكتان مصاصة؟ ميسكا لزارة ما تشيرتو بالرئي إيو واحدا كري كريم بانكو مهرين إيو أساقو فقيرة وان لوشي لنكن نحن بوحو كله يتوان كونو دولار بانكو مهر سنة مرة وإنو بحية مرة لأنه وحو دونا يا واحد إلا إسكاقالة هادو هادو نو إسكاسة سوا أما الدنبو سنكاقل إسكاقا إلهي لقبه سبحانه وتعالى وحقوق دور كليهن هلا سيهو مسألة اللبات وآه نينك هادو حاس كيسا إكالة تغان حديد القطة أقود بيسي أي كوكالة تغان وأي بائنتها عدادة إنتي كتير تهويني داسي نينك أجنبي بيكتها قرينا لما تشوقي كرو قريقي إي لما تشوقي كري واكالة تغيان لكن هادي أي تهي دلقد دي كوباد أما تي لبات وأو سوع عشان كرو مركا حاس كيسيو كلوي مركز يدنا قريقا لغا ساري ماي سقونا كبدي حماي ويوذة تشوقي إن بدن وكم إذا مفسرين تي سلف كو تابعين تاوحا لغا سوق قريا إن إليهين سيدا عطاء وكاليتو سعيد المصيب وكاليتو تابعين فربضان وحال لغسو قوريا إن إلا هذين قوغوشو أمبيكو كالتاقيان وهل قوغل إسلاسيحان مايان لكن قوريا ويوهد تشوغيا سرير طونا إسلاسيحانين هذا ذي اللي كرتان نحول قولها إسلاسيحانين أيضا نقولك هاسيحتو هذو نقولك هاسيحو قوريا ويوهد تشوغا هكو أديكتو محا هاي مارتي هذي انت صورن دي وحا لغا شقين ايه للربا وما تقانا دي يا حتى كا حجاب الميس حتى كا حجاب الميس وحال الربا وحال الربا ان دل انت لغو ان دا صرحا دي ادي بغو نقط يا وحال الربا وانتا صوما وقوري قد ديبو هقا قال الربا صوما مركا مقصود شرعيا با كتش ربا ساس دراديد با فقهاد وحيس لو قوليهين هواني دو انتي كتشرت عدد الرجعية دا وحاسوك الوا وحاسوك كلي اون فوق هذا السلف كوحا لغا سو قورنا يا سريرتي يقوغشون بكوكا لتاقيان انتي كلي والا وضي تشوغي طيب الهي روحي قاري ان فوق هذا قاركود ايليهين هدي سوغن افكا كغن نقون رجعتو عندهين ووقل موضو ووقل موضو بمجرد وكو خلطم اللي ديهم هاي وحا لديهم سوعشت واسيد فوق هذا قاركود خبر لكن ما مسير خلاف فيه وبالله التوفيق جزاك الله خير الشيخ وعليه سائل كان ذاتك قاردة وان حمنا وان معينا وحدا بيه من غيسو قارية نبي صلى الله عليه وسلم وحو للمؤمنكو فاحش ماها متفحش نما مد أفحم ما والضبع عدي سو أفحم ما له أفحم هذا إسكمر هالرادي مؤمن كعرب كيس ودرسوني هذا إس برتقال كواحد كشيء جديس وعرب كعبرت بريز المسلمين تنا واحد كشيء ماي النبي صلى الله عليه وسلم استوى عائشة لتشوت في صحيح البخاري بحديث قيل لا أيها وحاقت مد ولق على مركزي سلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا السام عليك السام عليك السام هو غيري السام ذا السلام ذا سمعك ويقريان وعيس قد قال إني السلام هيانو كلام مركزا وحي هذا السام عليك مركزا النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم عائشة ومش فردي بقى مركز فهنتوا ما قشي وحين استري النبي ما فهمين مرقى سيتر وعليكم السام واللعنة بيت قيري إيا اللعنة دي إذن كي كوركي ناها تبيت مرقى سيوحو لي عايشة يوكاد وكاد عايشة إلهي فحشك إيا تفحشك مجعلا أفحمد إلهي مجعلا مرقى سيتر رسول إلهي يسوم هذا مغلي إنما كو حيكو قده النبي قو حيكو صلى الله عليه وسلم أنا قو حيكو جواب يسوم هذا مغلي ها يعني وحويان إذا ما ينلق مير سنين واي وان كبر أروجي وعليكم بانو بنو جابي صلاة مركن النبي قوم حب ديدي نمان حتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكحون أقري عائشة إني عايزه أما وح كشيت رسول قوة ديدي صلى الله عليه وسلم صلاة مركن مركن سيد صدرات قال هذا واسكح حمينا واسكح عينا هذا عيدان
هذا مبدأ هذا يحمان تي سكال لسماش هذا لكن أشخاص توح كشوك قدي حمشاد هذا ضاد بديس وحيكون جارسين إذا إنا أفكو كابرتو عرب كابرتو مركز دمر عسكر نقط روح بدي اللسان معنا وعرب كيسو وسمح بقى كده ورسوني علبه وايد قاربه وحيد هذا مركز قال لي منو علي رحمة الله وكلتي وحيليهن عدة عرض كيسو وحرامته هي ومسلم ومؤمن كقاربه لكن شك ما لسوابكو إنه يهي مربع هدي روحا مقصود شرعي أوسن كيرون مبدئي سلقت دقينين وعقيدة دي سلقت لي عينين إنه مركز مقصود شرعي أوسن كجر الله يسكع عاي وح معناك ما فضل وبالله توفيق جزاك الله خير شيخنا وحليه سائلكو محكمة ده وطن كان مركز لو قصوا قرار ضدك وقرار محاكيم تا هي ستوئي مسؤولك كأل قرار وقفت ودعوه هانو قرار حاكمين تودن كجارة آه وحاودن كشرعي آه إن لي سجده وما الحساس له يرد ما في سكر ما حاكم فهو شاط كسكريس ولا يستعجل من حلاله هدي أدي ترى تهاي سمر هدي أدي دنا حكم بعوفري أنت أيده ما بيان شكرا بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم أرت مدح أوصل إلى هذا الركوع ده ما بنانا وإن عد لغو تعظيمي ولغو ويني ما أي بنانا خاصة عد لغو ويني هذا قال يو محكمة دوتها وكأنك هذا كفري وينيني يوكل ماذا حسال ليه وحبا كسدرا نوع ركوعها بقى هاته وإستاقي دابا يظلم أصلا الآن مسألة هو أساس لكن ضرورة ده شرطة هي محكمة دي ولا جنب أرمين، أوضت كي مالك لو تحقوق دلو كلا قاتا ينجر، هي مشكلة دي أوتالا، حد أي وح أي تهاي لازم أي تهاي، مركز الصاد وح الله يسال الله هيدا وح الله يسال، لكن مسألة أصل أهان عدا الإله هن لو من الركوع كره استاجد قال له استاجوا له احترامنا مايا نبي قلنا صلى الله عليه وسلم إسكرنا فقال له استاجد حتى الصحابة دي سووا حبر يشرئين يسن استاجد صعب يقول عليه ولقنا النبي ما الناس تاجي كنا صلوات ربي وسلام عليه ودي ذي كلمة أقول أنت عائلي قيامك وكي حديث كي معاوية معاوية بن أبي طالب معاوية وحن إلى ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار عدي تشعل إن لو استاغوا وضدك استاغان نار تمشي وكجلي لها هكوت على قلوا هدي يرصدوا النبي صلى الله عليه وسلم. مرك استاجي دخل قالوا استاجيو حتى علماء وحي كدوا ذي يعني احترام أهان روح مسلم وكركي مدو سفر أها والد أها شيخ كركي ملو استاجي كرابة وحي تهاي مسألة مورن كيدو ديري هاي وكتب قوني الله قري ونقاش كيدو بدني هاي علماء قاربنين يان قارتي ذي يان ما بالو كمرك محكمة قال نين ماشي شو حكومة يو حوش أن وضعنا هذا أن كنا الله هاي يو سيدي وأن روح على ذي صلاه إنه مسألة كلوي لكن أصل كمسألة ذو ما بنانوي وبالله توفيق جزاك الله خير شيخنا إن شاء الله لبدأ سؤال بنقطة بين تحدوا على إنه جزاكم الله خير سؤال شنو حلي يسألكوا شيخ قف أيه وترك كريستي جوري أنا ما هو ربع سب إنه دعوة وترك ربع إنه كسي فإذا أوضت تو كسي كريو لا كسي بعد قولي أما قال الله هذا أما مسلم هذا قف كا إستجي هي دين تو حيك تبتبار كلا في بسم الله الرحمن الرحيم قولي بو كريس تيد دنوا كسي كرينا جميع كتب تو حي قرية يعني سيدو مثلا مغني من قدامه كتب تفقي وحي قرية يعني باب الإجارة أما كتاب الإجارة مركي قال يعني روح مستأجر كأجرج إيجارتي أكريستي. هذه أوسن شرين شرطي إنك جرج لها أو كحري أو يلي مسي كرين كرتي هذا أوسن لي. هذه شرط النوع عاصم يش اللي هو حري مسي كرين كرتي. هذونا شرط قاسم يش كتشرين. أو تجرج جرج كريستي واتسي كرين كرتاي وضد كلا واتكسي كريسن كرتاي. لأن إيجارده وشيء عقدي لازم أوي روحا
guriga kiraystay ama dukaanka kiraystayna intifaaciisa ayuu iibsaday وبالتالي انتفاعه كتصرفك راسيد دون او تصرفك بالشرط وحا او تصرفك او انتفاعه كتصرفه وان ان عينتي يا غريغي لغا كيريه اينا ديباته كوسو غارين حداي ديباته كوسو غاري سو مركا ممنوع حديث لكن غريغي اينا ديباته سو غارينن شرطيغا هورنا او سن اولين او مسي كيرين كرتيد ان لوغو دهين غريغا اون لغا كيريه ديباته مالي واد سي كيرين كرتا وا سيدا اي قبان بدنك علماء وبالله توفيق جزاك الله خير دخلنا سائل كان وحليه هاي هدي حاس كيغا مهر كيدي شقيت حاس كيغا مهر كيدي شقيت 10 سنه كهر ان كو مهر سدي 100 كن او شينكا سوماليا هدنا اللي يقول لي هاي ما يدي بان بخيا 100 كي كن او شينكا سوماليا ها وا جس كده سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم مسألةً ومسألةً لو يقال نفقه هذا إلى هذان ربط الحقوق والالتزامات في مستوى يعني المعيشة حقوق ذا يديونته ليس كليه كل بمشي نلاش شو مري صا إن لقوم يزامو مياه مسويه هذا كار لقوم كلاقات إن ليس كسيوي ومسألة فقهية فقهادنا آدو قد دوديا لعقها دين تلي سقولها كلية مهر كلية ما لكن واحد دعك لي سواقاس إنو الروح دين كقولها كنش لنا الصوالي إنو كقولها مثلا إلا يهدنا آدن سيني محادو حقوق قديسة ما كون كيوم باسينيس مهر كحاسكو ألمد حقوق دي سيدا هيدا نوع عصورنا واساسو كلوه تقريبا مركب حكوت شراء وحالك القاضية هو صدع كود على عقد السعر كذا هدويها واحد كفض ونأدو السيوينين لعقتي هذا كهر لوجه الشيء أم بالك القاضنا يا يضع أم بين حق ولا هذا هاي روح الدين كقولها أنا حق ولي هذا إثبات دلوين لعقت كود عن عدين لعقت قيمة هذه آد كود عليه وسيد هذا العكس سماري ذو كله تأي أضبر برتيبا مركز وكل عدالة ذو حي كشرتا وأنا الرأي جاء أي محققين ترجح يان عدالة ذو حي كشرتا إن لي إلى هذا العكس بربرتي تردي يضع هي أم بحي والظلمي لأن العكس تني قيمة مال وحي قيمة كل هذا هاي سوق وحي كجن كجن كرتاي قيمة كلها لكن لفهانت ذو إسك وراق فضنا ما هذا ذهبنا معدن قال أنا ما سيداس درادد هذه الروحي اللي سي هذا مثلا كون شيلنا الصوماليا لباتن سنه كهر اما صدن سنه كهر لعق في عم به استاذ اسمع ما انت هذا سي سمحي او غوين كرت كوبشا حدا ما قوس يا مركه وا ظلمي وا عدالته مركه وحي كو جيرتا شي غاس وحيابها او اسبدلينو انت بدن اسبدل كبدن كو دحين baa lagu qiimeynaya isagii mesela waxaan leenahay kun shilin oo waaga joogtay xoolaha nool maxay ka goyn kartay waagaas ama dahab ka maxay ka goyn kartay waagaas haddii noqoto mesela waxay goyn kartay 10 neef oo ariga ay goyn kartay Soomaa hadda waxaad siinaysa 10 neef oo ariga qiimahooda maanta ay joogan kadalika hadda dahab la aado haddii noqoto waxay goyn kartay 20 gram oo dahab ah 20 gram oo dahab ah waxay maanta suuqa ka yihiin baad siinaysa ma la fahm ha waxyaabihi aan inta badan isbedelka ku dhici xoolaha nool iyo inta badan dahabka iyo waxyaalahaas dollarka hadda ka hor hadda wax weeyaan gabalkiisa dhacay yaani waxa waxyaalaha aan isbedelin ayaa lagu qiimeynayaa kadibna qiimihii baa la siinayaa ايش لعقتي دعدي ان waxba hada lagu faleenin loogu gudimaayo raayigaasa sawaab ah isagana saxiixa sidaas in hada muhaqiqiintu dooranayaan isagana mudacadaladu inay ku jirto billahi taf kadama suulaa faa kelimo yar baan rabaa inaan baraarujiyo oo walaalaha qarkood igu baraarujiyeen muhaadara waxa jirtay bishii afraad sanadkan
waxaan joogay magaalada waddanka Norway magaalada Oslo baa mu'tamar ka jiray baan yaan tagay marka muhaadaro waxaan ka jeediyay ciwaankeedu ahaa raafidada yaani shiicada meeshan markaan imid ba walaalaha qaarkood waxay igu yidhaahdeen muhaadarada dhexdeeda waxaa ku jira hadal ah cusmaan waxaa dilay cali ibn abi taalib maanta la ii sheegay walaalaha ninka mid a ii sheegay oo yidhi bal hadalkaasaa jire inuu sabqulisaan u dhacay iyo makale ma aqaano bal fiir buu igu yidhi runtii aada baan uga naxay hadal fudud maah dadka sunnada yaqaana cali ibn abi taalib baa cuhmaan dilay wax fudud maah hadalkii dib baan u dhegaystay galabtaan dhegaystay kadibna waxaa ii soo baxday inaan baraarujiyo maxaale waxaa lii sheegay in aada laysu gaadhgaadhsiiyey waxaana weeyey hadalku ma ahayn sida loo cabbiray hadalku si ahaantiisa waa saxsan yahay laakiin fahamka walaaladaad muddaa inuu khaldamay waana sida soo socoto waxaan ka warramayey fitnadii keentay dilkii cumar ibnu khataab radi allahu canhu ee nebigu sii sheegay sal alay wasalam dilka cumar inuu noqon doono irid fitno oo ummadda ku furantay markaasa waxaan idhi fitnadaas cumar markii la dilay kadib furantay fitnadaasi waxay keentay dilkii cusmaan waxaa kale oo ay keentay dilkii cali oo ka dambeeyey waxaa kale oo ay keentay dilkii cali oo ka dambeeyey maxaad ka fahanteen hadalkaas maxaad ka fahanteen cali inuu ka dambeeyey dilkii cusmaan miyaa meesha ku taal maya hadalku nasan waa saas macnuhu marka waxa weeye waana sida uu ku cadyahay fitnadu waxaa kaloo keentay dilkii cali oo ka dambeeyey cusmaan ka dambeeyey waay ilan cali ibn abi taalib soo cusmaan kama dambeyn ma kuma taallo dilkii waxay keentay dilkii cali oo ka dambeeyey dilkii cusmaan maaha ee dambayntani macnaheedu waxa weeye cali imaanshihiisi iyo khalaafadiisu waxay ka dambaysay khalaafadii cusmaan bay ka dambaysay hadalku marka waa saas fahamkaad muddaa inuu khaldamayo ka dambay sidaasa waxaa loo qaatay bimacnaa cali oo ka dambeeyey dilkii cusmaan aad baan ula yaabay lafahan la fahmi karo way laakiin waxoogaa yacni baraarujinta in lagu baraarugo oo la dhihin wadaadkii cusmaan cali baa dilay buu yidhi jazaakum llahu khayran waxaan u leeyahay nebiga sal alay wasalam nebiga sal alay wasalam wuxuu aada u jeclaa dadka mu'miniinta in uu ka fogeeyo isaguna ka fogaado inay tuhmo qaadaan uu ka fogeeyo qisadii baad garanaysaan zaynab nebiga sal alay wasalam masaajid ku ictikaafaya ayay usoo gashay xaaskiisa zaynab markaasay waxoogaa la fadhiday baarbay masaajid kula sheekaysatay markay sheekadoo dhammaysteen bay damcday inay noqoto nebigu wuu raacay si uu sagootiyo u dhaafiyo meesha nebigiiyo zaynab oo wada socda markay arkeen laba nin oo saxaabada ka mida oo meel taagan oo sheekaysanaya arkay nebigiio haweenay la socday waxoogaabay marka yara tilaabsadeen oo tilaabada hoosta kaxdeen markaasaa nebigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam calaa rislikumaa zaynab ma ahayna safiye calaa rislikumaa innahaa safiya buu nabi sal alay wasalam tartiibtiina iska socda bu waxa ila socdaaye naag ajnabiya maehe waa xaaskaygii safiya markaasaa waxay yidhi subxaana allah ya rasuul allah ma inaan kaa shakinoon wax kugu tuhunaad ma annagaa arrintaasi naga suroobi kartaa markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam shaytaanku ibni aadamka wuxuu ka socdaa xididada saas daraaddeed waxaan ka baqay inuu qalbigiina xumaan ku rido nebigu marka wuu ka hordegaya salawatullahi wasalamu calayh wuu ka taxadaraya marka suu u fahmigaasi waa wax iska imaan karaya oo dhici karaya sidaas daraaddeed uma jeedin waxaasha inaan ictiqaadiyo amaan idhaahdo cali baa cusmaan dilay masaladu waa masalad caadatan la yaqaano iska cad weye marka arrintaasi arrin jirta ma aha
هلو برارو إن شاء الله تعالى الشيخ بابا أمن دمي عدوي برقرام كنت مكتوب المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم